يعني وجهة نظر الاثنين صحيحات، يعني ممكن أن تكون هي لأنه قناة معارضة وممكن أن تكون صحيحة، لكن المفروض أن الحكومة العراقية تتأكد من المعلومة حتى وإن كانت يعني غير صحيحة، كدولة المفروض أن تتأكد يعني أنه هل فعلا هنالك تهريب للدولار يعني تشرف عليه السفارة الإيرانية في بغداد. المفروض أن الحكومة هذا في بالأسماء. دول العالم طبعا أسماء. يصير أسماء شخصية. نعم نعم بالأسماء. هذا في دول العالم طبعا أنه لازم الحكومة أي خبر تسمعه وبهذه الطريقة يعني حتى بالأسماء لازم أنه تبدأ تحرياتها باعتبار أنه هذا منفذ خطير لأنه يضرب الاقتصاد العراقي في مقتل. تهريب الدولار، شوف تهريب الدولار والعملة المزورة هي أكثر رصاصتين ممكن أن تطلق كرصاصات رحمة على اقتصاد أي دولة. يعني تهريب العملة والعملة المزورة هذا الأمرين. الآن أنت عندك تقرير طلع سواء صادق أو كاذب، هاي التحريات هي اللي